مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما نوهت كده في بداية الحلقة كلها لما قلنا الفقرة الأخيرة هنتكلم فيها عن منتخب مصر والجهاز الفني الجديد وشكل منافسات المرحلة القادمة، وهنتكلم كمان عن فريقنا اللي رجع خلاص لتدريبات والصفقات وغيره وغيره، كل ده مع كابتن إيهاب جلال حارس مرمى نادي الأهلي السابق ومدرب حراس الناشئين لمنتخب الشباب. يا صباح الجمال. صباح الخير على صباح التفاؤل. طبعا جاهز ملفات كتير وعايزين آراء صريحة ويعني وشفافة زي ما بيتقال كده. نبدأ، ورأي حضرتك في تغيير الجهاز الفني للمنتخب بداية. بص حضرتك، هو التغيير كان لازم يكون مطلوب، يعني ليه؟ لأن طبعا النتائج كانت عادية، يعني ما فيش مشكلة خالص، احنا برضو تاني مجموعة أو ما فيش مشكلة فيها، إنما مستوى اللعب في المباريات ما كانش على المستوى المطلوب بالنسبه لجماهير الكره المصريه او لمنتخب مصر الكبير صراحة. اكيد يعني كانت الماتشين اللي اتلعبوا الجابون وانجولا كانت ماتشات بهته اكيد بهته، محدش كان متوقع الاداء ده او النتيجه دي بصراحه. احنا قلنا دول يعني من اسهل المجموعات دلوقتي والمنتخبات، يعني بالظبط كده. بس هي المشكله كلها حضرتك، لو ما فرقه زي كبيره زي منتخب مصر يلعب مع فرق اقل منه بياخدوا، يعني هو المفروض انك انت تدوس على الناس دي او تاخدهم في سكه تانية خالص بالنسبه ليك انت كمنتخب مصر. انما اللي بيحصل ان حصل في المباراتين ان المستوى المباراه مش على مستوى منتخب مصر، عشان بدافع يا فندم برده من البدايه. طب ما انا لو بلاعب فرق سهله مبتدي هجوم. برافو عليك. هو سيستم كان ماشي بيه الكابتن حسام وبيفضل ماشي بيه على المباريات كلها اذا كانت ضعيفه او قويه او متوسطه. فطبعا ده ما ينفعش لان كل مباراه لازم تاخديها على حده يعني. انما اللي كان بيحصل واللي كان حصل في الماتشين دولت ان احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي دافعنا كتير، ما كانش على المستوى المطلوب، ما كانش فيه هجوم. يعني معانا صلاح ومعانا تريزيجيه، يعني معانا لعيبه اصلا لعيبه هجوميه بطبعها يعني. انما اللي حصل في المباراتين ما كانتش كويسه، فعشان كده حصل ان اتحاد الكره غير الجهاز الفني، وده كان مطلوب في الوقت الحالي يعني. كويس جدا. طيب قبل ما يصدر قرار او اسم بقى اعلان اسم الجهاز الفني الجديد، ناس كتير كانت بتتكلم هو هيبقى مصري ولا مش هيبقى مصري، طب هو لو مصري يبقى احسن ولا لو اجنبي يبقى احسن. خليني بصراحه اعرف من حضرتك، توقعت في البدايه ان هو هيبقى اسم مصري ام لا؟ ولما تم الاعلان عن كارلوس كيراش برضو وجهه نظر حضرتك كانت ايه؟ هي بص حضرتك، هي مصري او اجنبي هي بتعتمد على القرار مين اللي هياخده، هي دي المشكله. وغير كده حضرتك في كتير جدا مدربين كويسين في مصر ومصريين كويسين جدا، انما بيحصل تضارب بين الاراء مثلا في كل حاجه، يعني نختار ده طب نختار ده، ده هيجي معاه مين، ده هيجي معاه مين، فكل الحاجات دي بتتحط في الحسبان طبعا. فكان القرار اللي هو يجيبه الراجل مدرب كيروش، انا شايف على الورق ان هو السي في بتاعه كويس جدا حقيقه يعني. انما هنشوف بقى الايام اللي جايه هيحصل ايه في المباراه الجايه، واول مباراه لينا في اكتوبر مع المنتخب الليبي في ليبيا، شهر طبعا شهر من دلوقتي، شهر بالظبط كده. فان شاء الله ده اللي هيبان مستوى المدرب ومستوى الناس. انما انا شايف ان التغيير كان لازم يكون مطلوب وكان لازم يجي مدرب اذا كان بقى مصري او اجنبي. ده القرار بس بتاع كان لابد من التغيير، كان لابد من التغيير من وجهة نظر حضرتك. طيب صحيح. انا لو هتكلم عن اخطائي في السابق، انا لعبت على طول وعملتش مباريات وديه يمكن غير واحده بس، هل انا دلوقتي بتكلم ان انا بصدد لازم اعمل كذا مباراه وديه ولازم اجهز ولازم؟ هو المفروض هيوصل يوم الثلاثاء ان شاء الله بعد بكره. بالظبط كده. بص حضرتك، هو المشكله كلها الايام اللي فاتت ايام الجهاز السابق ما كانش فيه مباريات وديه كتير لان كانت الكورونا وكان الفرق كلها كانت بتخاف تيجي او احنا نخاف نروح، فطبعا كان الوضع في العالم كله كان مقفول، فما كانش زي ما كانش على المستوى اللي هو يقول ان احنا ممكن نلعب مباراه نقابل فرقه كويسه نجيب فرقه عندنا تلعب او احنا نروح. كان الموضوع صعب جدا في السفر اصلا يعني، كنا بنسافر في افريقيا بالعافيه بطيارات خاصه، فطبعا عشان تلعب مباراه وديه وتروح بطياره خاصه تكلفه كبيره جدا. ده كان بيحصل مع منتخبات تانية يعني، اشمعنى انا مش بس بقول لحد يعني، انا برضو شفت كتير جدا من المنتخبات في اوروبا، بس اوروبا الى حد ما قريب فيها سهوله طبعا. فيها سهوله جدا والتحرك سهل اكتر من افريقيا او الدول العربيه يعني.
فطبعا كان في مثلا في الدول العربيه كانت في السعوديه كانت قافله، الامارات كانت قافله، الكويت كانت قافله، فكانت كل المواضيع دي كلها كانت صعبه جدا انك تسافر او تاخد تعمل مباراه وديه. انما في المستقبل لازم يحصل مباراه وديه. الدنيا دلوقتي شويه فتحت شويه، بقت في سيوله في سهوله، فطبعا ان شاء الله نحاول ان المباراه الوديه حضرتك مهمه جدا جدا للمنتخبات عشان يعمل تالف والفه بين اللعيبه. بالظبط دي النقطه اللي كنت لسه هتكلم حضرتك فيها، لان ناس كتير انتقدت برضو فيما سبق، لان قال لك انا مش شايف تلاحم ولا تناغم بين اللعيبه اصلا، انا جايب ده مش عارفه منين وجايب ده منين، ويلا خش على المنتخب وخش العب وبيلعبك اساسي في الاول، ما حصلش هذا التناغم اصلا. الاضافه لده بقى اتقال طب ما هو اصلا كارلوس كيروش لما هيجي برده في نفس الوقت هو هيحتاج وقت علشان يبقى يعمل تناغم مع المنتخب، فبرده ده بتشوفها نقطه سلبيه ولا ايجابيه ولا نقطه موجوده، ولكن مش هتعمل ازمه يعني. هي مش هتعمل ازمه مع كيروش. ليه؟ لانه معاه جهاز فني برده، جهاز المعاون بتاعه كله مصري بقياده الكابتن ضياء السيد. طبعا ضياء السيد عنده خلفيه كبيره جدا وعنده معلومات كبيره جدا عنده اكتر، وثلاث ارباع اللعيبه اللي في المنتخب دلوقتي هو بتوع اولاد الكابتن ضياء، هو اللي كان جايبهم واشتغل معاهم قبل كده، وهو اللي جايبهم في منتخب الشباب. فاعتقد ان الموضوع مش هيبقى بالصعوبه اللي الناس متصوراها، لان الجهاز الفني المعاون ضياء ومحمد شوقي والحضري طبعا مع حفظ الالقاب ان هيسهلوا له كل حاجه طبعا ان شاء الله. انما انا شايف ان المهم جدا في الفتره الجايه مباريات كتير جدا وديه، بس طبعا بدا توقف برضو على الاجنده الدوليه، دي المشكله برضو احنا برضو يعني مرتبطين بالاجنده الدوليه، هذه النقطه. طيب هنتكلم كده، نرجع شويه بالنوستالجيا او بالتاريخ لورا. كوبر مثلا لو هنتكلم عن المشاكل كان بيعانيها، كان بيعاني مشاكل في الدفاع، مع احترامي طبعا حسام البدري، كابتن حسام البدري، لا احنا يعني دفاع وهجوم. لو احنا هنتكلم دلوقتي على كيروش، طيب بتشوف بقى المفروض ان هو يخش بانهي استراتيجيه من وجهه نظرك؟ هو بص حضرتك، هو بيدافع برده كويس يعني، الراجل كل شغله كان برده، بس لما كان بيدرب ريال مدريد طبعا عنده بتختلف من فرقه لفرقه اللي هو بيمسكها يعني، بس هو برده عنده استراتيجيه، او المدرب بيبقى عنده استراتيجيه بيلعب بيها، ما بيقدرش يغير فيها كتير غير على حسب الافراد او اللعيبه اللي معاه اللي تقدر تعمل او ما تعملش. انما انا شايف ان اصل منتخب مصر حضرتك لازم تهاجم، لازم عندنا هجوم، وعندنا طبعا في الهجوم عندنا نجم العالم كله طبعا محمد صلاح وتريزيجيه والنني، عندنا لعيبه كويسه جدا يعني يقدروا يصنعوا لك الفارق مع منتخب مصر. وانا اعتقد ان هو لما هيلاقي المجموعه بتاعت منتخب مصر دي لعيبه كويسه جدا ولعيبه على اعلى مستوى، ان هو لازم هيقدر يهاجم، لانك انت ما عندكش هدف غير انك انت تكسبه وتروح كاس عالم بس وتاخد بطوله افريقيا، ده مهم جدا طبعا. وتروح كاس العالم، وبرده التمثيل المشرف ده طبعا مش هيبقى موجود، لان هيبقى فيه الوضع تاني مختلف تماما. انت عندك نجوم كبيره جدا في منتخب مصر، فلازم تلعب على قد النجوميه وعلى قد اسم منتخب مصر. فده اللي هيحصل ان شاء الله في الايام الجايه. انا لما اجي اذكر اللاعبين عندي المحترفين الموجودين، واجي اتكلم مع او اجي اتكلم عن بشكل عام بقى المنتخب، زمان كنا بنشوف مفيش حاجة اسمها لاعب واحد أو اتنين المنتخب صحيح. معتمد عليه صراحة يعني، خلينا نتكلم الحق صحيح. يقال دلوقتي بقينا نشوف ده، بقينا نشوف ان انا عايز اعتمد على صلاح، عايز اعتمد على تريزيجيه، طب ايه يعني اعتمد على نيني؟ انا عايز اعرف من حضرتك انا ليه بعتمد على شخص، ولو حتى موجود او مش موجود مع المنتخب ولا مش مع المنتخب، وجوده بالنسبة لي بيبقى اساسي، فليه؟ لان زمان كان حضرتك كل اللعيبه كانت من جوه مصر يعني، كانت اللعيبه كلها بتلعب في مصر يعني، فكان كلهم عارفين بعض وبيلعبوا مع بعض وفي تجانس جدا بينهم. انما دلوقتي انت عندك واحد يعني من نجوم العالم يعني، من احسن ثلاث لعيبه او اربع لعيبه في العالم اللي هو محمد صلاح، فطبعا لما يكون عندك لعيب زي كده بتحاولي انك انت برضو تعتمد عليه اكتر، لانه بيصنع لك الفارق، عنده يقدر غير، عنده حلول كتير جدا، عنده مهاره كبيره جدا، عنده يعني التالنت عنده عالي جدا. فتريزيجيه نفس الكلام. انما انا عشان كده بقول لحضرتك ان النجم الكبير قوي دلوقتي على العالم كله مش في مصر بس هو محمد صلاح، فيعني غصب عن المدرب او الفرقه بتعتمد عليه اكتر، لانه برضه
يقدر لك يصنع لك الفارق ويقدر لك من ربع فرصه يعمل حاجه يعني. فهو ده اللي كان ده اللي بيحصل دلوقتي. انما المفروض كله يتغير. المفروض كله فرقه كامله بتلعب كلها بتكامل وتجانس الخطوط مع بعض. هو ده المهم وده اللي لازم يحصل في الوقت الحالي. احنا شفنا ده، ما هي القصه ان انا شفت ده زمان منتخب مصر بيتكلم على الصخره واحمد حسن وتريكا والناس كتيره جميله. ما كانش في حد، احنا بندخل المنتخب كل واحد فيه اساسي، كل واحد فيه يعني شايل هم المنتخب كله. ففي فرق، في فرق طبعا، في فرق في طبعا حصل فرق كبير. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي انك انت عندك لعيب كبير جدا فتحاولي تعتمدي عليه، فطبعا ده غلط. ده من وجهه نظر المدرب المفروض ان المدرب يغير الاستراتيجيه ديت. يعني كوبر كان بيعتمد على كده، هات الكوره والعب على صلاح والعب، وصلاح مش هيعمل لك كل حاجه في المنتخب. فلازم يكون التجانس والثلاث خطوط مع بعض او مع حارس المرمى لازم كله يشتغل مع بعض ككتله واحده. انما هتعتمد على واحد مش هينفع، لان هيبقى صعب جدا لان هيستهلك ومش هيقدر هو الشخص لوحده هيعرف اصلا ان هو يعني يفوز. ما هو يعني لعب جماعي في لعبة جماعية. الوقت هو لوحده ممكن شخص يبقى متالق، بس لو مش بيلعب مع منتخب او فرقه قويه هو مش هيبقى ظاهر. فكل شخص مفروض ان هو ليه دور كبير مفروض يأديه. كل خط وكل لعيب في منتخب مصر او في فرقه ليه دور بيعمله. فطبعا مش هينفع ان انا الغي ادوار اللعيبه دي كلها والعب على شخص واحد او اعتمد على شخص واحد. فطبعا في كره القدم ده ما ينفعش، لانها كره جماعيه. انا ما بلعبش تنس، التنس دي حاجه تانية. انما انا بلعب كره جماعيه فلازم اعتمد على كل الفريق ال 11 فرقه او الخمسه اللي بيغيروا، كل ده لازم يكون ليه دور في الملعب. هو ده، وده ان شاء الله اللي هيحصل. يعني احنا لسه معانا يعني محاور كتير هتكلم مع حضرتك فيها، بس هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل ان شاء الله. اخر فاصل كان مع حضراتكم، ونستكمل بقى حوارنا مع كابتن ايهاب جلال. وخلينا ننتقل من ملف المنتخب لملف الاهلي. خلاص يعني دلوقتي بنتكلم ان الاهلي هيستأنف تدريباته تحديدا يوم 21 سبتمبر. خلاص هنرجع بقى نركز. قبل ما نخش للتفاصيل دي خلينا نبدا بالصفقات الاخيره، وازاي حضرتك بتشوف الصفقات دي ممكن تعزز كمان من الفريق. وانا بتكلم ان انا كان يمكن عندي مشكله في الوينجين، دلوقتي انا بعزز بهذه الصفقات الوينجين بشكل كبير. يعني شفت ازاي هذه الصفقات وتحديدا اللعيبه كمان اللي انضموا؟ الصفقات كلها اللي عملها النادي الاهلي السنه دي او الفتره ديت صفقات مهمه جدا وصفقات كويسه قوي. يعني في حسام حسن، في عمار، في كريم، يعني في ناس بيرستاو بالظبط، والاثنين افارقه دولت طبعا. لا لازم، لان النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير جدا، عنده افريقيا وعنده كاس مصر وعنده دوري، فمحتاج لعيبه كتير جدا ولازم يعمل روتيشن على اساس ان اللعيبه تريح فلازم يكون كل اللعيبه اللي جايه على مستوى واحد. انما الصفقات اللي اتعملت السنه دي بصراحه انا شايف انها صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي، ان هو يخش بيها الموسم جديد باريحيه. مفيش مثلا لو واحد تعبان زي حسين الشحات او اي حد تعبان اللي يجي مكانه يلعب. اتهلكوا؟ لا بصراحه الفريق بتاعنا اتهلك. يعني الحق يقال، بجد بشر يعني. في الاخر يعني مش معقول فعلا. كانوا مهلكين جدا، بطولات كتير جدا، وبعد كده ما جيت. لا ولسه ولسه مثلا مشكله وعدد ده لسه احنا الضغط ده هنفضل فيه لسه، ده بتاع سنتين كمان. بص حضرتك النادي الاهلي هو كده، احنا كنا بنلعب برضو كان الضغط كبير جدا، مع ان ما كانش فيه بطولات كتير جدا زي دلوقتي بالشكل ده. انما كنا برضو يعني كنا ممكن ناخد اجازه شهر بتاع، انما بتخش بقى في الدوري او بتخش تتمرني الدنيا بتبقى صعبه جدا، وعلى طول ضغط وعلى طول لازم تلعب وعلى طول لازم تكسب. فكل ده بيعمل لك ضغوط كبيره جدا. الضغوط بس مش اللعيب بيبقى استهلك او تعبان من التدريب بس، لا من الضغوط. الضغوط دي بتعمل يعني استرس على اللعيب اكتر من التدريب اصلا، انك انت لازم بتفكر لازم تكسب، لازم تخش بطولة افريقيا، لازم تكسبها الدوري، لازم تكسب كاس مصر ما تخسرش. كل الحاجات دي بتعمل ضغوط على اللعيب النفسي اكتر منه بدني. فدي كل دي عشان كده بقول لحضرتك الصفقات اللي اتعملت والنادي الاهلي اللي عملها بصراحه انا شايف ان السنه دي صفقات هايله جدا. وكل اللعيبه اللي جت من الاعارات او اللي جت الاثنين اللعيبه الافارقه اللي جم بصراحه انا شايف ان هم اعتقد انها هتبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وهتبقى هيخش النادي الاهلي باريحيه واستعداد كويس جدا للموسم الجديد، لان برضه عنده كاس عالم وعنده بطوله افريقيا وعنده كاس مصر يوم 21 تقريبا. فانا شايف ان اللعيبه دي هتعمل فروق. يعني النادي الاهلي طبعا مش محتاج ان حد يعمل له فرق، انما اللعيبه دي اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي.
طيب رائع جدا. البعض بعد الصفقات دي طلع وقال له وانا ما عملتش الصفقات دي ليه؟ بعد حضرتك لازم التعليقات الغايه لازم لا نسلم يعني لازم. فقال لك وانا ما عملتش الصفقات دي ليه؟ من بدري شويه كنت ريحت على اللعيبه، كنت ممكن افرق في النتيجه. يعني بتشوف برضو التوقيت ازاي؟ ما هو كل حاجه ليها نظام وليها سيستم. انا ما اقدرش اجيب حد من وسط الموسم اجيبه معايا، ما ينفعش. انت مرتبط باعاره او شراء لعيب. اللي هتشتري لعيب لازم الموسم عنده يخلص او العقد بتاعه يخلص، الاعاره لازم وقتها تخلص. فكل ده حتى لو ابنك، حتى لو مثلا زي عمار او الناس انت مديهم اعاره للانديه الثانيه، فمستني الاعاره تخلص لانه من بدايه كذا لنهايه كذا. ما ينفعش ان انا اجيبه في الموسم. مش ماشي يعني. ما ينفعش ان انا هي مش سبهلله، هي اصل لازم كل حاجه ليها مواعيد وليها نظام. فاعتقد الناس لازم برضو لازم في ناس لازم تتكلم ولازم يحطوا لك الحاجه دي جوه الموضوع يعني. انما انا شايف لا، وقتها مناسب جدا والموسم خلص وابتديت تعمل الصفقات بتاعتك وهتخش على الموسم الجديد واللعيبه عندك خلاص، ايه المشكله؟ الصفقات دي ما هياش وليده لحظه يعني، ما هو كان في ديلز ماشيه وكلام ومفاوضات وكل حاجه زي ما حضرتك بتقول في وقتها يعني. ف على كل حال خليني اروح مع حضرتك واستعداداتنا دلوقتي كاس العالم للانديه والرؤيه كده بالنسبه لحضرتك كابتن ايهاب، شايفها ازاي؟ مبشره في امل ان انا كمان اصعد لممكن تاني مش ابقى تالي يعني؟ خليني اعرف. بصي حضرتك، هو كاس العالم طبعا تبقى لعيب الانديه اللي جايه بتلعب في كاس العالم انديه كبيره جدا، بطل اوروبا، بطل امريكا اللاتينيه، بطل اسيا، بطل افريقيا. فطبعا انت بتلعب يعني فرق ابطال زيك بالظبط، فمش اقل منك. بالعكس ده ممكن يكونوا يعني بطل امريكا اللاتينيه، بطل اوروبا، فناس يعني على مستوى تاني خالص من الكوره او من اي حاجه. فانت لازم استعدادك لازم يكون على قد المستوى، على قد الحدث. فطبعا احنا السنه اللي فاتت او الكاس العالم اللي فات احنا طلعنا ثالث، وده كانت نتيجه ايجابيه جدا، وانا شايف ان عملنا مباريات كويسه جدا وكسبنا فرق كويسه جدا. غير طبعا لما كنا بنلعب مع بايرن ميونخ طبعا يعني عادي جدا، طبيعي جدا، ما فيش مشكله خالص. انما احنا ادينا برده بشكل كويس يعني، النادي الاهلي ادى بشكل كويس، والنادي الاهلي من ساعه ما بيروح كاس عالم في الانديه بصراحه يعني بيبقى مميز جدا، بيبقى على قد الحدث، على قد ان هو بطل افريقيا. لان مهم جدا انك انت بطل افريقيا ما تبقاش شكلك ما بيبقاش وحش، لانك انت برضو فرقه كبيره ليها اسم كبير في العالم كله، مش في الشرق الاوسط او في افريقيا او في مصر بس. انما انا شايف النادي الاهلي لما بيروح كاس العالم استعداده بيبقى كويس جدا، الاستعداد بتبقى كل الناس بتساند، كل الناس بتبقى واقفه جنب الفريق. انا شايف ان شاء الله كاس العالم اللي جاي هتبقى برضو بالصفقات اللي اتعملت هتبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي، انا شايف كده يعني. رائع جدا. لو هتكلم عن تحديات بقى الفتره اللي جايه، انا عندي محليه يعني كاس ودوري وسوبر، وعندي دوليا كاس العالم الانديه واغيره يعني. انا دلوقتي لو هتكلم عن تحديات، ف بتشوف برضو ايه اكبر تحدياتنا الفتره اللي جايه؟ التحديات بتاعتنا ان انت لازم تحافظ على انك انت بطل افريقيا، تاخد بطوله افريقيا، ده اللي انا شايفه من وجهه نظري يعني. بطل الدوري طبعا حصل ظروف ان النادي الاهلي ما حصلش على بطوله الدوري السنه دي، انما انا شايف ان دي كانت كبوه كده ومش هتحصل تاني يعني. انا شايف ان النادي الاهلي هياخد الدوري لسنوات طويله يعني اللي جايه يعني. هو ده التاريخ يعني. التاريخ طبعا يعني، ما ده ما فيش مشكله يعني. يعني فاهم، بعد كده 10 سنين 15 سنه بتفوت يعني. سنه مش مشكله. وهي مش مشكله يعني، انما مره تروح مش مشكله خالص. احنا برضو ابطال. شوف احنا واخدين كام بطوله والفرق الثانيه واخده قد ايه، قبل ارقام كبيره جدا. بطوله كاس مصر طبعا لازم الاهلي ياخدها. كل ده تحديات النادي الاهلي. السوبر لازم تاخده يعني. كل حاجه النادي الاهلي بيخشها او بيخش بطوله ليها تحدي خاص ليه عشان يقدر يحصل على البطوله. لان ده قدر النادي الاهلي انه لازم يحصل بطوله، ما بيخشش كده بس اخش في الدوري عشان اخد الثاني او الثالث. لا الكلام ده ما فيش الكلام ده في النادي الاهلي. اي بطوله بيخشها النادي الاهلي ليها تحدي وليها انه لازم ياخد البطوله، ده مهم جدا بالنسبه لي. كويس جدا. انا الوقت للاسف بيجري، هروح مع حضرتك ختاما للسؤال سالناه زمان شهر 10 اللي فات لما موسيماني انضم للنادي الاهلي. وقتها كان الكلام مع او ضد. دلوقتي تقييمنا نقدر نقوله
بتشوف حضرتك الأداء حتى هذه اللحظة تحت إدارة بيتسو موسيماني إزاي؟ بتشوف أصلاً هل ده كان فكرة أن أنا محصولش على الدولي ده إخفاق جاي من موسيماني، ولا زي ما حضرتك قلت هي ظروف معينة وضع فيها النادي الأهلي والفريق؟ خليني أعرف وجهة نظرك كابتن إيهاب. بس حضرتك مش هقدر ألوم على شخص أو على واحد أو على مدرب أو على لعيب، لا، هي المنظومة كلها، المنظومة كلها من فوق لتحت هي دي اللي المعني بالموضوع كله. انما مش هقدر اقول موسيماني غلطان او اللعيبه غلطانه، لا، هي ظروف اتحطينا فيها. لازم كنا نلعب بطوله افريقيا، لازم ناخد بطوله افريقيا، وده اللي حصل. وبعد كده ترجع تلعب كل 3 ايام مباراه، اللعيبه استهلكت، اللعيبه بتروح المنتخب، فطبعا في حاجه كده حصل. والنادي طبعا نادي الزمالك طبعا يعني بنبارك له طبعا، اكيد ما فيش مشكله خالص. انما ريحوا فتره طويله، يعني قعدوا فتره حوالي مثلا شهر ولا حاجه. ودي نقطه تكافؤ الفرص اللي كان كابتن سعيد عبد الحفيظ بيتحدث صحيح. عنها، وللاسف كان بعض الناس مش فاهماها، يعني صحيح. الرساله ما وصلتش او يعني اتاخدت بمعنى تاني خالص، والراجل كان صريح، انا بتكلم في تكافؤ فرص، انا صحيح. ما بعولش على حاجه، ف يعني رساله كانت واضحه. يعني لازم يكون في تكافؤ فرص عشان يبقى الدوري ماشي على وتيره واحده، انما فرقه مثلا تريح خالص وفرقه مضغوطه بالظبط هتبقى الوضع صعب، هيبقى الوضع صعب جدا. انما الكابتن سعد حفيظ لما اتكلم في حته التكافؤ عنده حق جدا طبعا، مفروض كان يحصل كده، انما هي ظروف اتحطينا فيها، ومش اعتقد انها ممكن ما تحصلش تاني. يعني نقله بالظبط كده. وهي اصلا المفروض كلها احنا بناخد خبرات وبنشوف ايه اللي بيحصل، انما التكافؤ والفرص اللي كان بيتكلم عليها كابتن سيد ده مهم جدا، مش بالنسبه للاهلي بس، بالنسبه لكل الفرق طبعاً. يعني كل الفرق احنا بنتكلم على كل الفرق أكيد. في العموم يعني. انما حصلت ظروف ان احنا ما حصلناش على الدوري، انما ان شاء الله الفترات الجايه او السنين الجايه طبعا النادي الاهلي غني عن التعريف وغني عن انه على طول لازم ياخد بطوله، ده طبيعي جدا يعني. اذا موسيماني يعني حضرتك شايف ان هو عدى التوقعات او كان عند حسن الظن الى حد كبير؟ اكيد اكيد، لانه ماسك فرقه كبيره طبعا، يعني كمدرب ماسك فرقه النادي الاهلي ده شيء تاني، ويعني يعني حلم لاي صحيح. مدرب يمسك النادي الاهلي صحيح. فطبعا مش عايز اقول ان هو يعني هو كان مش عند حسن الظن، ان هو اصلا مدرب كبير طبعاً. المفروض طبعاً. هو مدرب كبير في ظروف صعبه ومضغوطه اصلا، مظبوط كده، ان هو مدرب أوه. كبير اصلا، وما فيش حد يمسك النادي الاهلي غير ما يكون مدرب كبير. ده بقى الكلام اللي احنا قلناه في الاول، لما البعض طلع برضه يقول لك طب وليه وليه، مفيش حاجه اسمها كده، طالما مضى مع الاهلي احنا عارفين احنا بنختار بالظبط، ده موضوع بقى يعني مفروغ منه. الاداره طبعا فاهمه، طبعا كابتن محمود الخطيب كان لعيب كبير وبيفهم اكيد طبعا، اداره كان هو اداري برضه كويس جدا، فني كويس جدا، رئيس نادي كويس جدا، فطبعا لما بيختار حد بيبقى على مستوى المسؤوليه طبعا، مفيش كلام يعني. انما موسيماني مدرب كويس، النادي الاهلي نادي كبير، لعيبه كويسه، اختيارات كويسه جدا، كل ده منظومه كبيره جدا في النادي الاهلي، احنا اتربينا عليها واتربينا على كده، ان احنا لازم كلنا نحترم بعض، واللي يجي نحترمه ويخش في وسطينا، حتى اللعيب الجديد اللي بيخش تحس ان هو مش غريب يعني صحيح. فده مهم جدا، ده بيحصل فعلا. كل التوفيق ان شاء الله يعني للاهلي الموسم الجديد، ونشوف في لعب ونفوز باذن الله بكل البطولات، وده اللي احنا متعودين عليه، وده الطبيعي زي ما حضرتك بتقول. شكرا ليك كابتن ايهاب، نورتنا جدا في 10 الصبح في الاهلي، ونشوفك قريب بقى ان شاء الله تاني. طبعا ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، وبكره ان شاء الله يتجدد اللقاء، و10 الصبح في الاهلي.